اسمعي لي، لا طلع لي عرق جنان تبعي، ها اقسم برب الكعبه اذا بينقص قرش المصاري لاحسب الله ما خلقك. فوت فوتك بسرعة، يلا يلا. راحت ما تيأس، الحب هيك بده حدا قوي. بشوفك قالوا لك شو صاير معها؟ لا لسه بدهم يحللوا ويصوروا. يا حبيبي شكله مشوار طويل، يلا خلينا نمشي. ايه وابوها؟ لك شو بدك بابوها، خلص انا موجود. يلا لك يلا بلا ما نتاخر على البنت. يلا شو ما شو بكي؟ يلا صباح الخير. وين شارد ولا؟ اهلين معلي. وين شاري؟ ها شوفني. ها ها لا مالي شارد معلي. روح سوي لي فنجان قهوة ويلا على الحارة. حاضر يلا. شو على صفر طول النهار؟ يا ما والله ما فيني شي، بس تعبانة شوي. لا شوية دوخة. لا تاكلها. انت كيفك؟ شو اخبارك؟
جمال عن جد عم تحكي، عن جد عم تحكي بشرفك. لك هذا خبر بينسمع يا زلمة. أنت الخميس؟ لك بحبك 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 بحبك. ايه ايه تقول لا خلص خلص روح على شغلك ليك. يلا باي. يس ام حازم شوفي بحبك ريتو الف نعيمه صوم حمام العروس يا رب يسلمك بحبك انا يا حازم بحبك بخير ان شاء الله لك. شوفي دوختيني شوفي شو صاير معك. ما في شيء مبسوطه حرامكم مبسوطه ان شاء الله على طول مبسوطه بحبك بحبك اعملي لي كاسه عصير بسرعه بسرعه ايه على عيني على عيني حاضر اي سامر طمني هلا كيف صارت كيف وضعها خلاص ما تقلق انا معهم بالمشفى ولك بنت بالعناية المشددة وبدك يعني ما قلق لك القصة وما فيها لا تقل لي قصة وما قصة هلا انا جاي لعندك فورا عم اشوفها ليش هيك مستعجل؟ خلصنا بقى مشان الله خلصنا قصي يلي عم تساوي اسمه جنان شو بك سامر؟ إذا بدي ضل جنب بنتي هذا اسمه جنان؟ لك يا أخي فضحتوني أنت ومرتك بالمستشفى فضحتوني وفضحتوا حالكم هي أمه وبتضل جنبها أيوة أنا أبوها ومشان هيك لازم تكبر عقلك وتعمل الشيء الأهم أنا فايت ساوي قهوة بركي بيروق راسنا لك ايه ايه حاكيتها قلت لها خليها تمرق لعندي ايه رح تجي بكرة خلص أنا بكرة بشوفها وبخبرك ايه ماشي ليكي يلا برجع بحاكيكي انا بعدين ايه خلص سكري هلا بعدين بعدين بحاكيكي باي وين 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 خير ان شاء الله طلعتي من البيت ما عاد تعرفي ترجعي ليش شو ناقصك والله ناقصني بني ادم احكي معه ايوه محازين انت كيف تقضي حياتك بيومك الطبيعي اخ يا ست صفاء اخ تعي تعي عادي لأحكي لك تعالي طب استني استني بس لغير تيابي لك لا تغيري شي تعالي عادي طب شو عم تشربي قهوة لحالك جيبيني فنجان ايه هلأ بجيب لك فنجان طيب. عادي يا ستي يعني شو بدي قلك احكي لي بريحك شو ما بدك فضفضي وانا عم بسمعك ملل وحدة الوحدة قاتلتني ايوه شباب لسا ما خلصت ليش هاد الدخان؟ كل ما شربت وحدة بصير مشتهي عشية عبي الراس أكتر إيه كنت حاول شوي بركي بيعطيك يا رجل بده يزلني بهالسيجارة؟ بده مصاري؟ مصاري شو؟ فوق ما عم نراقب له بيت صفاء؟ إيه لازم يكرمنا أصلاً لولا هالمراقبة يمكن حتى مصروفنا ما كنا طلعنا ليش في مصاري هالبيت؟ يمكن كتير البنت لحالها والبيت طول الوقت فاضي منعمل لنا ضربة ولا من شاف ولا من دري بس مازن لح يعرف انه نحن اللي سرقنا اللي منعرفه عنه أكتر بكتير ليش دخلك انت قديش حاطط طيلة عمر؟ يعني يعني هيك شي 25 مثلا 25؟ لا هي اكتر شوي ليكي صفاء ضحكة تانية بالكف سفيكي على خلقتك ها؟ نعم شو مانا صفاء عم بمزح معك انا
دخلك على طول بشوفك حامل الكاميرا وعم بتصوري، شو بتصوري فيها؟ كل شيء. ايه كيف يعني كل شيء؟ يعني اي شيء حلو بشوفه قدامي بصوره. اه ودخلك حلوين صورك؟ هلا بتشوفي. لوين رايحة؟ جيب لك الكاميرا. ليش انت بتعرفي ترقصي؟ وليش لحتى ما ارقص يعني؟ شو هاد؟ ما في فنجان كشبنتينو مو صورتيه؟ كابتشينو. ما بعرف ليش بحسه نوم كتير مهضوم، بعدين الرغوة تبعه بتعمل هيك شكل جديد كل مرة، مشان هيك بحب صوره. لك حتى الشرطة عم تلاحقني. قلت لك أنا جنبك، تعال اشرب قهوة تعال. على عيني سامر على عيني. بس حتى أنت ما معك تدفع هيك مبلغ. ما في شيء ما له حل، لا تاكل هم. كيف يعني؟ بدي أقول لك ياهم. لك يا أخي، شو في حدا ممكن يدينني؟ إيه. بس بده ضمانات. أنا مستعد أعطي روحي. المهم بنتي ما يصير لها شيء. خلص ما تاكل هم، أنا بحكي معه، شو بصير معي برد لك خبر على التليفون. ما في داعي تدق لي تليفون، أنا بقيان عندك هون. بالله لا سيدي، ما راح تضل هون. أنا ماني طالع من هون لتطلع بنتي من المستشفى. يا أستاذ من هون لوقتها بتكون صرت بالسجن أنت. شو بك سامر؟ ما أنا راح ضل متخبي وبعدين هون وضيع نفس الشيء. مو واحد، في ألف واحد ممكن يخبر عنك وأنت هون، وساعتها مو بس بتمسك لا، وبتورط معك أنا كمان. على أساس بتضيع مالك متورط معي؟ أخي هونيك شيء وهون شيء. الله يرضى عليك، هلا بتفوت بتنام، بكره من الصبح بتشغل السياره وبتشق على الضيعه. لك يا زلمه اذا حدا شاف سيارتك بيلقطوا، لك اذا وقفك شرطي بتتبهدل. وبنتي اما جنبها، وانا رح لاقي الوقت المناسب وخليك تيجي تزورها، واحتمال طلع على عندك على الضيعه، بس مشان الله خلينا بالسليم، والله مو ناقصنا مشاكل. هذا مو قصي؟ ايه بلا. وليش مصورتي؟ ما بعرف، شفت وشو عم قلي تعي صوريني صورته. بس هيك؟ ايه بس هيك عادي. ايه حبيبتي طبعا عادي عادي طبيعي. ايه طمنيني كيف صارت؟ ايه الحمد لله، ألف الحمد لله. أنت لا تأكليهم، قصي رح يتصرف. ما جيب سيرته؟ طيب بالنسبة للعملية الأمور إن شاء الله محلولة. أعطيني فرح خليني حاكي أسلم عليها. هلأ نامت؟ طيب إذا لزمك شيء حاكيني، لا توفريني ها، وأنا بكرة الصبح بمر على المشفى. لا خلص ما رح خليه يجي. ماشي الله معك، تصبح على خير. ما فيها تمنعني اني اشوف بنتي. قصي لا تجن، خلق جمان وحدة مجنونة، جنوا انتو اثنين هلا مو وقتها، بدنا نمرق هاليومين على خير. انا فايت ساوي الامتين ناكلهم، لازم تنام بكير، بكره في عندك سفر. السيارة مش عم تمشي، بدها حدا يدفش هذا الشيء. بيحكوا عن ورشة تصليح، وين هي؟ ونسى ما علينا الهوى من مفرق الوادي،
لك يا هوا دخل الهوا. سكرت كل الابواب والشبابيك وكل شي صار جاهز. ليكي الله يرضى عليكي، ها من هلا بتمشي على مهلك، ماني حمل ركض انا. مو اساس انت بترقصي كل يوم ساعتين ثلاثه؟ يا حبيبتي الرقص شي والركض شي تاني. طيب يلا امشي. شو امشي بلشنا؟ لك استني. سلوم سلوم تاتا. فضيل بيت الحقني طج الحقني. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو وين كنت؟ مازن الله يخليك ماني رأي لك. شو رأي لك ما رأي لك؟ شو حكينا معه؟ هو سؤال عم نطمن عليك. شو العالم هاي؟ مامون مامون. مريني ست الكل. استعجلي ام حازم تاخرت بدي اروح على البيت. تكرمي فورا. كيفك؟ هلا وصلت على البيت. طمني فرح كيف صارت؟ كتر خيرك سامر. طيب خلص ما راح ازعجك. الله معك. لا طبعا. شبك سمسومي؟ بدك تنزلي الولد؟ يعني فكرت بالقصة؟ قررت؟ ايه. وانا؟ انت رح تعملي اللي انا بدي اياه. روعة. الولد بده ينزل. قلتلك. شوف سامر، معك اسبوع واحد بس. اذا ما بتكون كاتب كتابك علي رح تخليني اتصرف بطريقة أنا أبداً ما بحبها. برافو. شو رح تعملي مثلاً؟ والله كل شي بوقته حلو. اسمعي ليه؟ يومين معك. يومين ها؟ والولد بده ينزل، وإذا ما نزل رح يصير شي ما بيعجبك أبداً. يعني هلأ بلش الوقت يمر.
طيب أنا جاية على بالي أشرب فنجان قهوة مع حبيبي. سمسومة بدي روح أسحب مصاري من البنك. اسمعي لي، لا طلع لي عرق جنان تبعيها. أقسم برب الكعبة إذا بينقص قرش المصاري لأحسب الله ما خلقك. عم تفهمي؟ أنا الموضوع ما بمزح فيها. الله لا يوفقك، كيف ناكتين البيت فوقاني تحتاني. صفاء لك يا مامون. ست صفاء، ست صفاء، ساعدني ساعدني. ست قصي مشان الله انزل بسرعة وجيب مفاتيح السيارة. شوفي شو صاير. الست صفاء جيب المفاتيح تاع بسرعة. تأخروا كتير، والله انشغل بالي عليهم. الله يستر. مامون إذا سمحت روح شوف الزبون عم بينادوا لك. ما بدي شوف حدا. صرتي أحسن؟ إيه الحمد لله. تمام. قصي خلينا نمشي نحنا. ليكي هلا ببعت لك بحازم. يلا. أستاذ قصي. ممكن تبقى معي؟ بخاف أبقى لحالي. ما في داعي يا ست صفاء، ما في داعي. كيف يعني ما في داعي؟ بلكي رجعوا اجوا. ما راح يرجعوا. شو عرفك؟ لا هو بقصد يعني على الاغلب ما بيرجعوا، ما في حرامي بيسرق بيرجع، يعني ما راح يرجعوا، ما راح يرجعوا. استاذ قصي فيك تبقى معي؟ وبس تجي محازم تبقى بتروح. حازم وشك لعند الست صفاء. يلا. ايه طمني كيف صارت؟ لك هلا وقت العين، روحي لعندها قبل لك. ايه فهمنا ليش عم تعصب علي. يلا بسرعة. رايحة. مامون مثل الطير الطاير هلا بتروح بتنكش لي الضيعة حجر حجر، بتخلي لي سلوم خلها هون، فهمت؟ حاضر معلم. بس ست صفاء خلي وقتك والصفاء لك روح.
تفضلي. يسلم. حترجع؟ لا ما في داعي، عم عزبك معي. تفضل ارتاح. لا بسيطة، لا عذاب ولا شيء. سرقت كاميرتي. بسيطة بتتعود، المهم صحتك. كانت آخر هدية بيهديني إياها بابا قبل ما يموت. أول صورة أخذتها فيها كانت لإله. بعدها بشهرين مات. الله يرحمه. تعيش. ليش هالدنيا مصرة تسرق منا كل شيء حلو؟ هيك تعودت. انسرق منك شيء؟ مين سرق؟ شو؟ بنتي. قلت لك اني متزوج، بس بالحقيقة انا مطلق وبنتي عايشة مع امها. اسمها فرح. الله يخلي لك اياها. هي عمري كله، كرمالها تحملت 5 سنين عذاب وقهر ومشاكل وبهدلة. بالاخير هي اللي رفضت علي دعوة طلاق. معناها مقهورة منك كتير. انتوا رجال كلكم هيك. يمكن. صحي، وين زوجك؟ مسافر، بس بعد يومين رح يرجع. من امتى مسافر؟ لا هو اصلا مسافر، نحن اثنيناتنا كنا برا البلد. انا رجعت لهون وهو رح يلحقني. ورح تستقروا هون؟ ما بعرف، حسب ما يقرر ابوه. كيف يعني؟ قصة طويلة. ست صفاء، يا ست صفاء. مرحبا استاذ قصي، كيفكم؟ اهلين. اخشبك عبد الطوطخ، وينه؟ فتلت الضيعه كلها وما لقيت حدا. سالت اهله؟ اول شيء معلم رفيقه الطج. لك دورت عليه وما لقيت له اسى. روح من خلتي، روح من خلتي، روح يا اولاد الحرام. والوراق اللي عندك انقعن وشرب ميتهم، وإذا بتعمل معي حركة تانية غلط سامر تاني يوم رح تكون بالسجن. روعة، انت هيك عم تكبري المشكلة أكتر. حبيبتي انت يعني ما رح تخلص الدنيا إذا نزلتي له الولد. انت لساتك صغيرة والمستقبل قدامنا، بس إذا ما نزلتي وضليتي معندي ساعتها رح تخسري كل شيء. والله انت اللي رح تخسر كل شيء، ولا إن شاء الله مفكرني إني ما بعرف. شو بتعرفي؟ 50 مليون التانية وينها؟ أنا 50 مليون تانية؟ المبلغ المختلس من الشركة 100 مليون. 50 مليون معي أنا برصيدي بالبنك برا، 50 مليون التانية وين؟ أو السؤال الأدق، مع مين؟ قوم ارتاح شوي بغرفتك. خبرت الشرطة؟ هلا شو بدك بالشرطة؟ قومي فوت ارتاحي بغرفتك. باي حبيبي. Thank you.
جبت لك شوية فواكه، قلت بتاكلي وبتغذي حالك. مالي خلق. ما بصير، لازم تاكلي مشان تتغذي. ما بدي. محازم دخلي عينك شوفي لي موبايلي وينه. وين حاططيه؟ لو بعرف ما قلت لك دوري لي عليه. طيب طيب يلا ماشي. ها ممكن يكون بغرفة النوم؟ قلت لك ما بعرف. خلص خلص رايح ادور عليه. أهلين جمان. فيك تجي على المشفى؟ خير؟ صاير شي؟ لا بس مضطرة أروح على البيت. إذا لازمك شي أنا بجيب لك إياه. أنا بدي أروح على البيت، بدي غير ثيابي. ليش شبه هون؟ خلصنا، تعود قدام فرح. إيه ماشي ماشي. يلا جاي مشوار الطريق. كيفك مازن؟ وين صفاء؟ عم دق لها ما عم ترد علي. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا سيد جمال. اليوم ست صفاء البيت انسرق وتعبت شوي. جبنا لها الدكتور بس الحمد لله صارت منيحه هلا. طمن لا يضل بالك. يلا نتواصل.